لم يعتذر عن التكليف سيبقى حتى اليوم 30، ويعتبر من وجهة نظرك كتفسير قانوني أن هذا التكليف منتهي إذا رشحت، وكما يجري يعني سمعنا حديث اليوم عن توافق الكتل على مرشح بديل للسيد عدنان الزرفي. هل هذا التكليف سيحتاج إلى تاريخ معين حتى يستطيع برهم صالح كرئيس جمهورية بصلاحياته أن يكلفه من جديد؟ يعني أيضا راح أنطيك رأي فقهي قانوني، أن من يكلف يعني من 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 يتمكن بمكنة التكليف اللي هو رئيس الجمهورية عند القدرة على أن يسحب هذا التكليف، يعني أنا كلفت ولكن أنا راح أسحب التكليف، هذا واحد. زين. اثنين، قد يكون أنه شيء يبقى متمتع بكل المدة شهر مالته إلى آخر يوم، ربما إلى آخر ساعة ممكن أن يمنح الثقة من قبل مجلس النواب إن لم يطرأ شيء على المرسوم الجمهوري الصادر بالتكليف اللي رقم 11/16/3/2020. يعني هو الآن الرجل الشرعي المكلف دستوريا وقانونيا وشرعيا هو الأخ عدنان الزرفي، ما طارئ شيء عليه لحد